بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي ان انا اعمل باترن وخليها بتفتح وبتقفل واركبها على اوبجكت معين باستخدام الوايرنج بارامترز. المرة دي بإذن الله هنتكلم عن استخدام اكتر من بارامتر واستخدام المعادلات المتقدمة شوية. أول حاجة هبدأ أعمل كرييت لتيوب، بدخل على قائمة كرييت جيومتري تيوب وهبدأ أعمل تيوب بالشكل ده. هدخل على الموديفاير ليست بتاعه وأخلي السايدز بتاعة التيوب أخليها 6 وهبدأ أتحكم في البارامتر بتاع radius 2 والهايت. خلي الهايت سيجمنتس اقل حاجه عشان ما يتقلش الجهاز لما اكرره. بعد كده بدخل على قائمه كرييت هيلبرز واعمل دامي وهعمل اكسبوز ترانسفورم وهعمل له الاين على البيفوت سنتر بتاع التيوب بالشكل ده. بعد كده هعمله لينك مع التيوب بنفس الحاجات اللي شرحنا بيها في درس رقم 1 ودرس رقم 2. بعد كده بدخل على الترانسفورم هيلبر الاكسبوز ترانسفورم وبختار التيوب وهنا بختار الدمي. الخطوه اللي بعد كده هي ان انا هبدا اعمل وايرنج. انا قلت ان انا عايز اعمل وايرنج لاكتر من بارامتر، فاول مره هضغط على الهيلبر وهعمل وايرنج بارامترز وهعمل اوبجكت وادخل على الديستانس وبعد كده هضغط على التيوب اقول له يربطه لي بريديوس 2 وهعمل كده وهعمل كونكت. علشان المسافة ما تكونش كبيرة قوي فأقول له أنا عايزك تربطها لي بديستانس على 10 وأعمل أبديت. طيب تمام. الحاجة التانية هاجي على نفس الهيلبر وأضغط كليك يمين وأعمل واير بارامتر تاني وهربط بالديستانس برضو وهاجي على التيوب بس المرة دي هخليه بدل ما هو radius 2 هخليها height وهعمل له connect وأقول له اربطها لي بالديستانس على 7 مثلا وهعمل update. نلاحظ إن هو بدأ يتربط بالارتفاع في نفس الوقت بنص القطر. أغير بدل ما هو 7 مثلا أخليه على 3 وأعمل update. نقفل على 2 على الابديت. مش بعد كده هاجي على الطب وابدا اكرر الشكل الثلاثي. شغل سناب على ال 2.5 اللي كرر هاي مثلا 20 مره. كوبي وبعد كده نخليه يكررها تاني هنا نخليه يكرر ده كله على بعضه بقى يعني 10 مرات. دلوقتي لو جيت حركت هنلاحظ ان هو بيبدأ يعني يأثر على المتغيرين نص القطر وفي نفس الوقت الارتفاع. طيب كويس قوي. الخطوة اللي بعد كده عايزين نبدأ نعرف ازاي ممكن استخدم معادلات في التأثير. يعني اللي كان ملاحظ في المرة اللي فاتت في الشكل ده ان التأثير كان لينير. نلاحظ ان التأثير لينير في اتجاه الاكس وفي اتجاه يعني في اتجاه الاكس والواي هنلاقي ان التأثير لينير. طيب عايز ابدأ أأثر بشكل مختلف
في عندنا طبعا المعادلات، زي مثلا معادلة الساين اللي هي بيكون شكلها عامل زي الموجة كده. بدخل على جوجل واكتب ساين اكس، فهو بيجيب لي شكل المعادلة. لو مثلا ضغطت ساين 5 اكس بيجيب لي شكل المعادلة بالشكل ده. ساين مثلا 5 من 10 اكس، تمام. طب لو عملت مثلا 3 ساين 2 اكس، فكل الحاجات دهيت ببدأ أتحكم فيها بحيث إن أنا أحصل على شكل معين. فباجي على القائمة بتاعة الواير بارامتر نفسه، وباجي أقول له ده بتاع الهايت اللي هو بيربط الهايت مع الاكسبوز فلوت كنترول. بقول له أنا عايزك تربط لي الهايت، بس مش هيبقى ديستانس، لا عايزه يبقى ساين ديستانس، وأعمل أبديت. طيب هقول له مثلا ساين ديستانس وهلغي 2. هنلاحظ يعني المفروض الملاحظ دلوقتي ان هو لما بحرك كده هنلاحظ ان ده بيبدأ يطلع وينزل. طيب هقول له مثلا انا عايزه 5 وبعد كده شيفت 8 عشان يعمل علامة اللي هو الضرب، 5 ساين ديستانس، تمام. هزود شوية عشان تبقى الموضوع اكبر شوية. اقول له عايز مثلا 20 ساين ديستانس، تمام. مثلا خليها 100 عشان تكون كده احسن، وهكرر الشكل، اعمل سناب تاني. لو مثلا يكرر لي 20 في اتجاه الاكس، فبالتالي دلوقتي لو جيت أحرك الدمي هلاحظ إن هو بدأ يعمل شكل الموجة، بدأت الحركة تاخد شكل الموجة. طيب طبعا واضح ان هو يعني مش بتلحق ان هي تاخد شكل الموجة. فمثلا هنشوف لو انا مثلا عملت 1000 في ساين اكس او 100 في ساين اكس يكون شكل المعادلة عاملة ازاي، لان هي طبعا واضح ان هي ايه المسافة صغيرة جدا. طيب لو عايزين نخلي المسافة ما بين يعني يكون النص قطر ده كبير شوية، فببدأ أخلي القيمة اللي قبل الساين اكس يخليها مثلا بوينت 1، فبيبدأ يخلي الاتساع بتاع الدايرة بيزيد شوية، فببدأ أتحكم عن طريق القيمة دي. طيب في عندنا مثلا في معادلة زي معادلة شاين اللي هي بتكون عاملة كده، تبدأ الارتفاع قليل وبعد كده بيزيد لحد ما يوصل لما لا نهاية. وممكن أبدأ أستخدم برضو المعادلة دي في يعني بدل ما أكتب ساين أكتب شاين، ساين وجنبها اتش، هعمل أبديت. لاحظ المفروض لما برجع بتاع الورا فبيبدأ الارتفاع يزيد بشكل اكسبوننشال كيرف جاي كده. ولو جيت حركت نلاحظ ان هو بدأ فعلا ياخد شكل الدالة بتاعت الشاين،
بس طبعا لان المسافات قليله جدا والارتفاع هنا عالي، يعني ممكن في الاخر هنا يكون وصل لما لا نهايه في المكسب. طبعا زي ما قلنا الارتفاعات هتكون ارتفاعات كبيره جدا، واعمل كرييت لبوكس فهاجي بقى استخدم معادلة، المعادلة دهيت هتبقى 2 مثلا اللي هي 2 اكس اس 2 زائد 4 اكس اس 3 زائد 2 اكس اس 3 في ساين اكس كله على رقم 80 مليون. لو جيت مثلا استخدمت المعادلة زي دي اصلا الارتفاع ده مرفع برضو، هعمل 40 نسخة في الاكس و40 نسخة في الواي. وهبدأ أحرك، فهنلاحظ إن يعني بدأت تاخد معايا شكل انسيابي. فلو أخدت المعادلة دي عشان أشوف هتبقى شكلها عامل إزاي، أخدها كوبي وأروح على الجوجل، هستخدم بقى كلمة ديستانس بإكس، بيكون شكلها عامل بالمنظر ده. ده شكل المعادلة اللي هي 2 اكس اس 2 زائد 4 اكس، فبيبدأ يديلي التشكيل اللي هو عامل زي موجة وفي نفس الوقت فيه زي معادلة أسية. بالشكل ده كده، فهنلاحظ هو فعلا بدأ ياخد نفس المنظر. عامل سلكت على الهيلبرز وأدلت، أو عملها هايد مش أدلتها سوري. فلو جيت حركت الضمي كل ما هبعد عنه، كل ما هبعد بعيد عن الـ عن الـ عن البوكسز، هنلاحظ ان الارتفاع اللي في الاخر ده بيزيد لانه بيبدا يحقق المعادله اللي هي اللي احنا شفناها دلوقتي. كل ما المسافه بتزيد كل ما الارتفاع هيبدا يزيد بالشكل ده، لحد لما يوصل في احيان هيكون الارتفاع ممكن يوصل ارتفاعات عالية جدا. ممكن اشغل اوتوكي مثلا وهبدأ اعمل انيميشن. الشكل ده مثلا فهيبقى زي ما احنا شايفين كده. والمفروض بقى ان احنا نقعد نجرب جميع انواع المعادلات الرياضية واشكال كتيرة جدا. فمثلا يعني في اشكال كتيرة ممكن تتعامل بالمعادلات الرياضية ببرامج تانية حتى مش الماكس، يعني مثلا بيكون عندي المعادلة، المعادلة دهيت فيها شوية بارامترز معينة ببدأ أحطها، يعني بعوض مثلا عن الألفا باتنين أربعة من عشرة، بعوض عن البيتا بكذا، ففي الآخر المفروض إن هو بيبدأ يطلع شكل معين. فيعني نسأل الله إن احنا نوصل للمرحلة دي بإذن الله في وقت لاحق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.